معكم زهراء اعراب، رئيسه الجمعيه الوطنيه للتنميه والتعاون الدولي باكادير. الجمعيه ديالنا جمعيه اجتماعيه تنمويه كتساهم في التأطير وتكوين ديال الشباب والإدماج ديالهم في سوق الشغل، وكتهتم كذلك بالأعمال الاجتماعية الصحية التربوية الرياضية، كل ما يعني وكل ما يهم الشباب والمرأة بصفة خاصة. العمل الجمعوي ماشي مجال اللي هو سهل، وفي نفس الوقت ماشي مجال اللي هو صعب، بالرغم من المسؤولية اللي فيه، بالرغم من الالتزامات اللي فيه، بالرغم من يعني التعب اللي كيكون فيه، إلا وأنه ضروري أن الإنسان يدخل العمل الجمعوي ويساهم فيه ويشتغل فيه باش ينمي هاد البلاد وباش يساهم في التنمية ديال البلاد ديالو. اللقاء ديال اليوم كان لقاء تواصلي مع بعض المنخرطين الجدد، الحمد لله كان تجاوب جميل بزاف من بعض من جميع الإخوة اللي حضروا. ناقشنا عدة أمور، ناقشنا عرفنا بالجمعية أولا، ناقشنا أهداف الجمعية، الأفكار، ناقشنا بزاف الأفكار، ناقشنا عدة أمور، عدة مشاريع إن شاء الله غادي نمشيو فيها للقدام، بزاف المشاريع غنخدموا عليها مستقبلا. سمعنا العديد الأفكار من عند الشباب اللي حضروا، الحمد لله الأمور غادي مزيان. رسالتي للشباب أو بالأحرى الدعوة اللي غنقدمها للشباب، بغيت نقول لهم انضموا للعمل الجمعوي. العمل الجمعوي واحد المجال اللي هو زوين، اللي هو غينفع الشباب في شخصيتهم أولا، في حياتهم، وعادة باش العمل الجمعوي كنتمنى أن كل شاب وشابة ياخذوا كرسالة على العاتق ديالو ويحس بالمسؤولية ديال الناس اللي محتاجين لينا في بلادنا، نحسوا بديك المسؤولية وناخذوا على العاتق ديالنا. السلام عليكم، الاسم ديالي منى الشرعات، حاصلة على ماستر في لوجيستيك وعضوة بجمعية التنمية والتعاون الدولي. تبارك الله، اللقاء تاع اليوم كان تفاعل جد مهم، كانوا أعضاء جدد اللي هما إضافة وقيمة مضافة للجمعية. بطبيعة الحال كان هناك العديد من التنوع في مختلف المجالات، كاين مجالات الصحة، كاين مجالات التسيير والمقاولات، كاين مجالات المحاماة، وعدة مجالات أخرى اللي غادي تفيدنا وتفيد بطبيعة الحال الأشخاص اللي غادي نتعاونوا معاهم وغادي نقدموا لهم خدمات من هنا للمستقبل إن شاء الله. بالنسبة للبرنامج اللي غادي تخدم عليه الجمعية، هو برنامج متنوع، يعني الجمعية ماشي كتستهدف غير واحد البرنامج، يعني في مختلف المجالات غادي تخدم على صعيد الصحة، غادي تخدم في مجالات الرياضة والأنشطة، غادي تخدم في مجالات الأعمال التطوعية والجمعوية الخيرية، وكذلك هي عندها هدفين أساسيين، اللي الهدف الأولاني هو الأعمال التطوعية، والهدف الثاني هو تأطير الشباب في سوق الشغل وإتاحة الفرصة لتطوير مهاراتهم وذاتهم في مجموعة من المجالات. بالنسبة للرسالة اللي كان وجه للمرأة السوسية، نظرا أن جهة السوسية جهة محافظة، يعني النساء السوس هما نساء محافظات، أنا كان وجه لهم رسالة باش ينخرطوا معنا في الجمعية ويوليوا كعضوات فاعلات لمالا، وكان نوجه رسالة أيضا للشباب، فئة الشباب، لأن الجمعية تاعنا كتمنح لفئة الشباب تأطير، لمالا باش نكونوا كاملين مجموعين متضامنين لغادين أفضل ولمستقبلين أفضل. السلام عليكم، معكم نادية العباس، سن 23 سنة، طالبة في سلك الماستر وميسرة في مركز النجاح والتنمية فرع أكادير الكبير. لي شرف أنني نحضر في الجمعية الوطنية للتنمية والتعاون الوطني. جيت هنايا كلقاء تواصلي بهدف الانخراط في هذه الجمعية، لأن عندها أهداف زوينة بزاف، وبالأخص كتهتم بالشباب درجة أولى، ولذلك جيت باش أنني نشارك، وأنا يعني ضمن المنخرطين الجدد. بالنسبة للجمعية كنلاحظ من خلال التواصل أو اللقاء التواصل بأن هناك يعني عدد كبير ديال الشباب
اللي عندهم واحد روح ديال التعاون ويعني عندهم واحد القابليه باش انهم يشاركوا في كل ما هو يعني كيدخل في العمل الجمعوي. وكنتمنوا ان هاد الشباب هادو يعني يزيدوا واحد القيمه مضافه لهذه الجمعيه. ومن خلال الملاحظه ديالي كنلاحظ بان هناك واحد العدد مكتف ديال الشباب التحقوا بنا لهذه الجمعيه. ومن هاد المنبر يعني كنوجه واحد الرساله للشباب باش انهم ينضموا لكل ما يدخل في اطار العمل الجمعوي، لاننا ولينا كنلاحظوا ان الشباب يعني كيزعموا او عندهم رغبه وقابليه باش انهم ينضموا لهذا المجال، وبالاخص مدينه اكادير. كنلاحظوا بان هذه الجمعيه الوطنيه للتنميه يعني عندها واحد الهدف جميل، وهي كتهتم بالشباب وكتحاول انها تدمجهم في اطار سوق الشغل. وهذه مناسبه باش ان الشباب يعني يجيو باش انهم ينخرطوا في هذه الجمعيه. وشكرا.